يعني بنتكلم عن بداية موسم حصاد القمح تقريبا في كل محافظات الجمهورية. في محافظة المنيا تحديدا انتظمت أعمال توريد القمح داخل 42 موقع تخزيني لاستقبال المحصول من الموردين والمزارعين. تعالوا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. احنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى ان المساحه المزارعه عندي 243 الف فدان، المستهدف بالنسبه لي ان شاء الله باذن الله 450 الف طن، بل نزيد ان شاء الله على كميه المحصول او المساحه المزارعه بالنسبه لي. ان انا لما بسال المزارع النهارده انت جبت قد ايه للفدان، بيقول لي 26 و27 و28 الف دب، يعني بالتالي ان شاء الله وبناء عن التوريد الاختياري فالمزارع النهارده عايز يورد كميه القمح بتاعته كلها، فهتبقى ان شاء الله التوريد عالي جدا باذن الله. بالنسبه للمحصول القمح السنه دي الحمد لله ربنا كرمنا بالجو الطراوه اللي احنا فيه ده هو ان القمحيه واخده حقها في الانتاج والطالعه، يعني بسم الله ما شاء الله حاجه حلوه والانتاج زايد عن السنه اللي فاتت. بس وبالنسبه طبعا لسعر القمح، يعني السيد برضه رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء والساده المسؤولين برضه قاموا بالتعاون مع الفلاح برفع ايه سعر القمح، ان هو السنه اللي فاتت كان ب 800 من 800 ل 900، السنه دي ب 1500. طبعا هم باصين لنسبه الغلاء اللي هو حصل في الفتره الاخيره دي هي، يبقى طبعا يعني حاولوا ان هم يغطوا على قد ما يقدروا، زودوا اسعار القمح على قد ما قدروا برضه، يعني السنه دي برضه 1500 بحيث ان هم يقفوا بجوار الفلاح. بالنسبه لتوريد القمح السنه دي ان شاء الله تمام التمام، والمحصول جايب بالفدان جايب 25 اردام، وبالنسبه لتسهيلات المطحن هنا تمام التمام، وعاملين سيستم كمبيوتر من اول الباب تسجل على الكمبيوتر لحد الميزان، كل حاجه كمبيوتر، والقبض خلال 48 ساعه من التوريد. والناس هنا صراحه متعاونين معانا، والعجل بيخش على طول، العربيه بتبقى في ساعه ساعه ونص. السنه اللي فاتت كانت العربيه بتبقى يومين ثلاثه، حاليا الوقت يعني النظام كويس وفي ترتيب وفي كل حاجه. وبالنسبه لاسعار القمح السنه اللي فاتت كانت 850، السنه دي بيجي 1500، واسعاره كويسه وتمام التمام.